إنها فضيحة الفضائح في هذا التقرير المؤلف من 17 صفحة الذي حصلت عليه الام تي في. التقرير يظهر مخالفات مخيفة داخل مستشفيات ومؤسسات حكومية وخاصة متعاقدة مع وزارة الصحة عن الفئتين الثانية والثالثة المتعلقة بالمآوي ودور الأيتام والمعوقين، والهدر والسرقة هنا يتجاوزان 40 مليار ليرة سنويا. هذا الجدول يظهر بوضوح قيام بعض المؤسسات والمستشفيات بتسجيل مرضى على حساب الوزارة توفوا منذ سنوات. فالمرحومة ألف كاف مسجلة كوما في مستشفى الإسلامي الخيري ومسجلة علاج قابل للتأهيل في دار الزهراء، لكنها توفيت عام 2008 وقد كلفت وزارة الصحة عشرات الملايين وفق التقرير. أما المرحوم ألف قاف فتوفي في 2010 ونون دال توفي في 2011 وكلف الوزارة من خلال فواتير وهمية أكثر من 150 مليون ليرة. وهناك مرضى لم يدخلوا أصلا إلى المستشفيات وهم عبارة عن مرضى وهميين كالمدعو ييخاء الذي تبين أنه لم يدخل كوما كما هو وارد في المستشفى الإسلامي، إنما هو في منزله وبحالة جيدة. والملفت في هذا التقرير أن مستشفيات السيد زغرتا الإسلامي الخيري دار الزهراء وجمعية الخدمات الاجتماعية طرابلس فيها مرضى استحصلوا على بطاقات علاجات مختلفة وهم مسجلون في الجداول المقدمة إلى الوزارة، ولكن في كل مؤسسة لسبب مختلف. فمثلا مريض الكوما في الوقت نفسه يقوم بعلاج فيزيائي في مركز آخر وأيضا سمع ونطق في مركز ثالث. أما التكلفة عن 11 حالة واردة في الجدول فتفوق النصف مليار ليرة، فكيف إذا احتسبنا جميع الحالات؟ التقرير تحدث عن مراكز طبية لديها الكثير من المخالفات كالمأوى الأرمني في العزونية ومستشفى الفنار في المرواني النبطية، وهنا المرضى مجرد أرقام والإدارة لا تملك أي سجلات خاصة بهم، لدرجة أن هناك مرضى موجودين لا يعلمون بوجودهم في المركز كما لا يعلمون بخروج البعض، والفواتير تحال بالأسماء إلى وزارة الصحة لقبض المستحقات دون تقديم أي خدمات. ويشير التقرير إلى أن مصح الفنار غير مقبول بتاتا وغير مستوف لأي شرط من شروط التعاقد مع وزارة الصحة. المخالفات لا تعد ولا تحصى إذن، وهذا غيض من فيض، والسؤال من يسهل هذه المخالفات علما أنهم أصبحوا معروفين وبالأسماء، وأين دور التفتيش المركزي من كل ما يحصل؟